المنتخب الكندي يتأهل لكأس العالم، جملة لو كنت سمعتها من 4 أو 5 أو 6 سنين أو حتى 10 سنين ما كنتش هتعرف تصدقها. عارف ليه؟ لأن منتخب كندا كان من ضمن المنتخبات أساسا اللي إحنا ما كناش بنشوفها في كأس العالم ولا بنشوفها في الكورة أصلا. منتخب كندا اتأهل بس مرتين لكأس العالم، مرة في المكسيك 86 والمرة دي في 2022. إيه ده؟ يعني أنت لو سمعت جملة زي كده دلوقتي مش المفروض إن أنت تسأل ازاي كندا اتأهلت؟ او بمعنى اصح، هل التأهل كان عن طريق الصدفة ولا عن طريق منهج مدروس ومشروع رياضي متكامل؟ لا 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 يا عم، ممكن يكون عن طريق الصدفة. مصر اتأهلت لروسيا 2018، يقول لك واو التالت مرة لمنتخب مصر انها تتأهل لكأس العالم. طب المنتخبات اللي هي ما بتتأهلش كتير لكأس العالم مش بالضروري يكون التأهل عن طريق الصدفة او عن طريق ان المنافسين كانوا في حالة ضعيفة في الوقت ده. طبعا ده الرد الاشهر او الرد الاكثر اقناعا ليك، اصلا انا هوجع دماغي ليه؟ المنتخب ده كان ضعيف ازاي يتاهل لكاس العالم؟ ولكن في مصر 2018 في روسيا فعلا احنا ما تاهلناش عن طريق مشروع رياضي متكامل، احنا تاهلنا مش هقول عن طريق الصدفه ولكن عن طريق ضعف المنافسين زي غانا مثلا، وكانت الظروف خدمانا بشكل كبير جدا لدرجه ان مصر راحت في روسيا 2018 ما كانش لينا اي شكل يذكر، لان احنا ما كانش عندنا مواهب فعلا ولا كان عندنا منهج مدروس ولا مشروع رياضي متكامل. ولكن كندا جون هيردمان 2022، المشروع اللي ابتدى من 2011 واللي ابتدى في تطويره 2018، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني كندا اتأهلت عن طريق مشروع مدروس؟ هو ده اللي انا جاي اكلمك عنه النهارده، وازاي انا برشح كندا انها تكون الحصان الاسود في قطر 22. ايه ده يا عم، ده ما حدش بيتكلم عنها، ده كله بيقول لك هتطلع اخر المجموعه. وارد ده على الورق، ولكن تعالى اوريك المشروع الكندي من الصفر الى القمه. من حوالي 5 سنين تصنيف منتخب كندا على العالم كله كان المركز 120، حرفيا منتخب ما كانش شايف قدامه ولا حد كان بيعترف بيه في الكوره اصلا. ولكن دلوقتي كندا من اقوى المنتخبات الموجوده في قاره امريكا الشماليه ان ما كانتش الاقوى، وكانت صاحبه الاداء الافضل في تصفيات كاس العالم اللي فاتت. ايه يا عم اللي حصل؟ ايه اللي خلى كندا توصل للمرحله دي؟ تعال اقولك. في سنة 84 حصل انهيار شامل لدوري كرة القدم الأمريكية، وفي سنة 92 حصل انهيار شامل للدوري الكندي، لدرجة ان المواهب ساعتها اللي كانوا بيمثلوا كندا او اللي هم اللعيبة الكنديين عامة كانوا مجبرين ان هم يقاتلوا جدا عشان يحصلوا على وظائف بره الكورة اصلا، ما كانوش لاقيين نفسهم في الكورة لان الدوري انهار، الكورة نفسها انهارت، عايز اقول لك بقت صفر، وبالتالي كان في اطفال كتيرة قوي بتشارك في لعبة كرة القدم وقتها، ولكن بعد النكسة وبعد الكارثة دي ما لقوش حل، وبالتالي حصل تجميد بشكل كبير جدا للمواهب في كندا. وقتها سنة 2007 حصل توسيع لدوري الدرجة الأولى الأمريكية، وبعد كده حصل في 2011 و2012 توسيع أكبر، راح لكندا في فانكوفر وفي مونتريال. كل مدينة عملت فريق محترف وأنظمة أكاديمية محترمة عشان يبقوا على اللعيبة المحليين المواهب اللي عندهم، وده التطور اللي حصل في الألفية الجديدة. يعني بالمناسبة أشتون مورجان ده واحد كان في فريق تورنتو، كان أول لاعب في أكاديمية الـ MLS اللي هي الأمريكية، وكان بيمثل المنتخب الكندي وقتها في 2011. ألفونسو ديفيز، أديكو جبي، جونيسون أوسيريو، وليام فريزل، ودونيال هنري اللي هي مواهب منتخب كندا حاليا، كانوا من ضمن الدوريات اللي هي بتاعت الـ MLS سنة 2011 2012 لما حصل التوسيع ده، طبعا قبل ما يبتدوا رحلة احترافهم زي ألفونسو ديفيس لما راح لبايرن ميونخ. الفكرة ان هما في فترة الثمانينات والتسعينات وبداية الألفينات كانت دايما الفرق في كندا او في منتخب كندا بتميل اكتر للفكرة الدفاعية اللي هو قفل وحرس وامن وحافظ على نفسك وما تهاجمش، كانت كورة مملة جدا وقتها وهم كانوش قادرين يشوفوا فيها تطور، وبالتالي كان المدرب ساعتها المنتخب كندا اللي هو ديل ميتشل كان اكتر مدرب بيتبع كرة قدم قديمة قوي، محدش كان بيحب الكرة دي لدرجة ان اللعيبة ما كانتش راضية تمثل منتخب كندا اصلا في اللعب، وما كانتش راضية تلعب الكرة الضعيفة دي والكرة المملة دي، لدرجة ان طبعا منتخب كندا في تصفيات 2010 قدم اداء كارثي جدا، تصفيات كاس العالم 2010. بعد كده بعد 2010 في منهج تدريبي جديد دخل عن طريق واحد اسمه ستيفن هارت. ستيفن هارت ده من احد النماذج القوية جدا في كندا اللي عملت ارث كروي الى يومنا هذا، وهو صاحب بداية المشروع الكندي اصلا، ده الكلام ده بعد تصفيات 2010. هارت
جسد كرة قدم حديثة، بيحب ان هو يستحوذ على الكورة، بيحرك الكورة بتمرير سريع جدا من خلال الاعتماد على عمق الملعب. وكان ليه منهج او جملة بيقولها للعيبة وقتها، كانت عبارة عن عبر عن نفسك، يعني معنى صح انا خلالك سياق جميل واحنا معانا الكورة وانت ارتجل من خلاله ان انا واثق في موهبتك. هو ده كان التعليم وقتها بتاع ستيفن هارت في بداية التدريب. وبالتالي مهاجم المنتخب الكندي وقتها كان اسمه إيان هيوم، كان بيتكلم ان لما ستيفن هارت تولى المسؤولية كان كل شيء ابتدى انه يتحول 180 درجة، وابتدوا ان هم يلعبوا كرة قدم بشكل صحيح جدا. كان منتخب كندا بيلعب بذوق وبيلعب بهوية وقتها، وكانت لسه البدايات مع ستيفن هارت بتسخن واحدة واحدة، كانوا بيلعبوا بشكل متحرر جدا. كان ساعتها في تصفيات كاس العالم اللي بعدها، كان فاضل لهم بس ان هم يتعادلوا مع الهندوراس عشان يوصلوا للدور النهائي من التصفيات. ولكن guess what، تخيل ايه اللي حصل. كندا خسرت من الهندوراس وقتها 8-1 تحت قيادة ستيفن هارت اللي عمل إرث واللي عمل ثورة في عالم كرة القدم. ايه ده خسروا 8-1. ساعتها ستيفن هارت استقال بعد يومين. ايه يا عم ده احنا بعد ما طلعنا هننزل تاني ولا ايه؟ ولكن لعيبة كتير قوي في منتخب كندا حتى بعد الخسارة وبعد إقالة ستيفن هارت كانوا بيجادلوا جدا، وكانوا بيقولوا ان الخسارة ده امر طبيعي في فكرة ان انت ماشي مرحلة تطور، ده طبيعي انه يحصل في النص. اللعيبة كان وصل لها مفهوم كويس قوي، وكانوا ناضجين وواعيين جدا في فكرة الامور ازاي بتدار، وان الخسارة دي حاجة طبيعية حتى لو كانت 8-1. لحد ما وصلنا من 2012 ل 2016 في عهد رئيس الاتحاد الكندي كان اسمه فيكتور مونتالياني. الراجل ده ساعتها كان رئيس الاتحاد كاكاف وقتها، برضو المنظومة وسعت برضو بشكل اكبر ما بعد ستيفن هارت، بقت اكثر احترافا، كانوا بيعتمدوا على المتطوعين وكانوا بيعملوا على جذب المزيد من الرعاة لزيادة الموارد المالية. فكان مونتالياني وقتها في 2016 كان بيتكلم بيقول ان لازم يكون موقفنا اكثر من منظور تجاري ومن منظور مؤسسي، فكان بيحسن مواقف السفر والإقامة والتدريب والموارد في الفترة دي، وكان بيخلي المعسكرات في الوقت ده بيئتها كانت أكثر ترحيباً للعيب القادمين من جميع أنحاء العالم. يعني هو هيمشي في نهج إيه دلوقتي؟ إن هو يجنس لعيبة غير المواهب اللي كانت عنده في كندا، وكان بيوفر الموارد اللازمة للعيبة دي عشان يجوا يلاقوا بيئة مناسبة جداً هم يلعبوا فيها كورة. مصطلح مونتالياني هو تجنيد مواطنين مزدوجين الجنسية لاعبين مؤهلين إن هم يلعبوا لبلدان متعددة. وده اللي يودينا لعصر جون هيردمان، العصر اللي كان مليان تطور حتى يومنا هذا. الراجل ده هو المدير الفني الحالي لمنتخب كندا، واللي أهلهم من تصفيات أمريكا الشمالية كمتصدر للمجموعة، وكان عامل أفضل أداء وأفضل أرقام، وهو اللي وصل بيهم لكأس العالم. الراجل ده مسك في 2018، بس خليني أقول لك معلومات مهمة جدا. الراجل ده كان ماسك منتخب السيدات في 2011. الراجل ده عمل شغل كبير قوي مع السيدات. بس مبدئيا الراجل ده كان بيلعب على فكرة كانت حلوة قوي، كان بيلعب على ان الوضع التكتيكي للفريق كان بيحسنه وقت عن التاني، بحيث لما كل الناس تتفرج على منتخب كندا في التصفيات او في اي مرحلة هو داخل فيها يشوف ان المنتخب فيه تحسن وفيه تطور، فكان بيلعب على استفزاز مزدوجي الجنسية. وهنا ساعتها قدر يعمل الربط مع رئيس الاتحاد الكندي وقتها اللي كانت نفس الفكرة عنده ان هو يجيب مزدوجي الجنسية، ولكن هو جابهم بالوضع الاستفزازي. وبالتالي كان في لعيب مكسيكي وقتها كان عنده 18 سنة وبيلعب في ارسنال، كان اسمه مارسيلو فلوريس. الراجل ده كان لدرجة ان هو كان مهتم باداء منتخب كندا، وكان ساعتها جون هيردمان بيحاول ان هو يجذبه، بيشوفه هتلعب للمكسيك ولا تلعب معانا احنا بالشكل المتطور ده، وكان قادر ان هو يستفزه بشكل كبير جدا انه يجيبه يلعب معاه. في 2011 جون هيردمان عمل ثورة في فريق السيدات وقدر يشهد معهم تطور كبير قوي خلال الرحلة. في 2011 قعد معهم 7 سنين، من 2011 لحد 2018 مشروع متكامل الأركان، كان فاز ببطولة اسمها البان أمريكان جيمز. دي مسابقة كانت بتعمل في أمريكا بس في كل الألعاب، ومنها كانت كرة القدم، والسيدات فريق السيدات بتاع كندا هو اللي كسب البطولة دي. في أولمبياد لندن 2012 كسب مع فريق السيدات المركز الثالث وخد الميدالية البرونزية، عشان يرجع في 2016 في أولمبياد ريو دي جانيرو يكسب معهم برضو الميدالية البرونزية، ويخلي منتخب كندا السيدات دايما في القمة ما بين أفضل ثلاثة دايما في الأولمبياد. نهى المشروع العظيم ده بكاس اسمه الجارف كاب في عام 2016، وده كان بمثابة كاس العالم للسيدات، بس دايما بيبقى مصغر فرق اقل، يعني مش 32 فريق.
كندا شافت في الراجل ده انه ريسكيور، اللي هو الراجل المنقذ للكوره الكنديه، ويقدروا بعد كده يعينوه مدير فني للمنتخب الاول، منتخب كندا للرجال. وفعلا في 2018 جورد هيدمان تولى مسؤوليه منتخب كندا، وعشان يبداوا معاه مشروع كيفيه التاهل لكاس العالم. كان اول تصريح قاله يوم 15/11/2018 بعد ما تولى المسؤوليه، كان بيقول سنقاتل من اجل كل شيء عشان نقود الفريق لمونديال قطر 2022، اما ان نتاهل اما ان نموت. الراجل كان داخل بوجهه نظر، او داخل كده باسلوبه وبعقليه فعلا كانت تقولك ان الراجل ده هيعمل حاجه. التصريح كان مليان شغف وثقه وايمان في الافكار اللي هو داخل يرسخها في الكيان ده لمده 4 سنين، من 2018 لحد 2022. كندا كان منتخب ما عندوش طموح، كان ما عندوش كوره. قلت لك الانهيار اللي حصل سنه 92 ما كانش عنده تاريخ او كان عنده شغف او حاجه يقدر يمسكها، او مرجعيه بتقول ان هو يقدر اصلا يروح كاس العالم تاني بعد المكسيك 86. حصل انهيار شامل للكوره، يتاهل ازاي اصلا؟ ولكن جون هيرتمان كان صاحب بصمه مؤثره جدا، كانت البصمه الفارقه جدا مع المشروع الكندي وقتها، وكان اختار برنامج التدريب بنفسه، اسكواد الفريق، الافكار التكتيكيه الخاصه بتاعته، وكمان كان محور تدريبه كان التيم سبيريت، وازاي روح الفريق دايما تبقى في البيك ويبقوا دايما شايفين الجزء الايجابي فقط، وبالتالي هو ده اللي لعبوا عليه وهو ده اللي قدروا يتاهلوا بسببه لكاس العالم. حارس مرمى منتخب ميلان بورخن، الراجل ده طلع بتصريح بعد ماتش امريكا بتاع التصفيات اللي خلص 2-0 لكندا، كان بيقول جون هيرتمان هذا يكفي. الافراد كانت متاثره جدا بالمدرب ده، وكانوا مع انه مش مدرب كندي، مش وطني يعني، الراجل ده انجليزي الجنسيه اصلا، وبالتالي كانوا شايفينه ان هو الرجل المناسب في المكان المناسب، وهو صاحب الثوره وصاحب الليله، واللي قدر ان هو يرسخ افكار وعقليات كلها بشكل ايجابي في الافراد. ميلان بورخن كمل كلامه وقتها وقال ان في كل مره جون هيرتمان كان بيتكلم معانا كان دايما ببقى انا شخصيا عايز اجري جوه حيطه واكسرها بدماغي من كتر الحماس والشغف اللي كانوا بيحطوا فينا وكان جوانا. الفونسو ديفيز ساعتها ظهير بايرن ميونخ طبعا المشهور حاليا، كان بيتكلم مع محلل اسمه كريستيان جاك، كان بيقول له وقتها بعد ماتش امريكا اللي هو 2-0 ده، كان بيقول لك في كل مره جون هيرتمان كان بيتكلم معانا كان بيحفزنا على تقديم مستوى مختلف عن كل مره. يعني بمعنى اصح انت داخل كل ماتش كانه ماتش الاول ليك في صفوف منتخب كندا، فكان دايما بيحسسه بمدى المسؤوليه، بس في نفس الوقت انت داخل عشان تكسب وبس. مهاجم منتخب كندا الحالي اللي هو جونيور هوليت، الراجل ده اتكلم عن اللعب مع منتخب كندا بعد انضمام جون هيرتمان كمدير فني. كان بيقول هو جون هيرتمان كان بيضع ثقافة الإخوة الحقيقية، بمعنى صح كان بيتكلم ان احنا كلنا واحد في المنتخب، مفيش نجم، احنا قادرين ان احنا كلنا كمجموعة ككتلة واحدة ككومباكت ان احنا نحقق كل حاجة احنا عايزين نحققها. فكان بيتكلم ان كل الناس كانت على الطريق الصحيح، الاتحاد، الإدارة الفنية، اللعيبة، كل شيء في كندا كانت على نفس الطريق. لحد ما جه يوم كان شبه اليوم الخسارة بتاعت الهندوراس 8-1 زي ما كنت بقولك في أول الفيديو. ساعتها منتخب كندا خسر من منتخب اسمه هايتي 3-2 في ربع نهائي الكاس الذهبية 2019، كانت لسه في بداية الطريق مع جون هيرتمان يعني. الناس ابتدت تشك في المشروع شوية بعد الخسارة دي زي خسارة الهندوراس 8-1، ولكن جون هيرتمان خد المباراة دي كمرجعية ازاي يغير التكتيك بتاعه للأفضل. عارف ايه اللي حصل بعد الماتش ده؟ ألفونسو ديفيز وقتها كان بيلعب ظهير أيسر عادي جدا زي ما هو مركزه مع بايرن ميونخ الحالي. عارف ايه اللي حصل بعد كده؟ ألفونسو ديفيز بعد ماتش هايتي 3-2 واللي اكتشف ساعتها جون هيرتمان المشكلة الدفاعية اللي كانت عند ألفونسو ديفيز، واضطر ان هو يستخدم البروفايل الهجومي بتاعه بشكل أكبر، ألفونسو ديفيز اتحول مركزه في الملعب للجزء الهجومي، أصبح وسط ملعب ايسر، واصبح في احيان كتير يتحط في مركز المهاجم الثاني، ما بقاش متحط ظهير خالص بعد مباراه هايتي 3-2 دي. ولو تلاحظ في ماتشات كندا فعلا الفونسو ديفيز مش الظهير الايسر حاليا، وبالتالي كان قادر جون هيرتمان يحدد مين اللعيبه اللي يقدر يثق فيها في مراكز ثانيه يحققوا اكثر انتاجا، ومين اللعيبه اللي مش هيقدر يثق فيها في المراكز القديمه زي الفونسو ديفيز في كظهير ايسر. وبالتالي الخساره دي أدت لتحول في التفكير داخل الجهاز الفني لمنتخب كندا، وقدروا يستفيدوا منها، مش خسارة توقعهم نفسيا ولا حاجة. وبالتالي كان في أفراد انضمت وقتها لمنتخب كندا اللي هتلعب في كأس العالم اللي هو هيبدأ بكرة،
بنتكلم في الفونسو ديفيز اللي احترف بعد كده في بايرن ميونخ، وكان جزء كبير جدا بايرن ميونخ يكسب دوري ابطال اوروبا 2020. في 2019 ريتشي لاريا انضم الى تورنتو، بعد سنتين بالظبط اصبح لاريا احد اكثر اللاعبين الديناميكيين، وانتقل في فتره قريبه او الفتره اللي فاتت لنوتنغهام فورست. في 2017 جوناثان ديفيد كان عنده ساعتها 17 سنه، مهاجم ليل الفرنسي اللي واخد الضجه كلها من السنه اللي فاتت، كان احد اللاعبين في منتخب كندا. في نهايه 2021 راح الى ليل في الدوري الفرنسي وكسب معاهم الدوري الفرنسي، وكان مطلوب جدا في اوروبا من انديه كتير جدا. في موسم 18-19 كايل لارين احتل المركز الثاني في قائمة هدافين الدوري التركي، كان سجل 14 هدف في 13 مباراة مع منتخب كندا في 2021، وهو دلوقتي هداف أساسا المنتخب. وبالتالي كل اللعيبة دي والتحولات اللي حصلت، سواء انتقلوا أندية أكبر، سواء عملوا أداء كويس جدا مع الأندية بتاعتهم، سواء ان هما اشتركوا في بطولات بشكل رسمي مع الأندية بتاعتهم، سواء كانوا هدافين للأندية بتاعتهم، كل ده حصل التحولات دي من المشروع الكندي العظيم، بدأت من كندا وتوزعت على أندية أوروبا والعالم. اسأل نفسك جوناثان ديفيد كان فين بقاله من 3 سنين، ألفونسو ديفيز والأسماء اللي احنا قلناها. الفكرة كلها ان جون هيرتمان ما بيلعبش تحت ضغط، عمره ما حط منتخب كندا من ساعة ما مسك في 2018 تحت الضغط خالص. هوية الفريق كانوا بيسموها التبجح الواضح، عارف انت زي ما بيقولوا ده فريق بيجح قوي، هو ده بالظبط اللي حصل لمنتخب كندا، لدرجة ان المنتخب الامريكي كان محبط جدا من المشروع اللي شغالين فيه كندا حتى يومنا هذا، لدرجة ان كندا تصدرت تصفيات امريكا الشمالية، عكس العادة ان امريكا مثلا او المكسيك هما اللي بيضغوا على المشهد بشكل دائم. وكان السبب وقتها ان منتخب كندا ظهر بالاسلوب ده، كان بيقولك ان هما كانوا بيمتلكوا مجموعة اساسية من الشباب اللي بيحبوا يستمتعوا باللحظة، اللي ما بيتحطوش تحت الضغط، هما بيلعبوا الكرة عشان بيحبوها وليس اكتر من كده. فافضل شيء كان منتخب كندا مع جون هيرتمان كانوا ما بيسمحوش باي سلبية تخش جوه الفريق. وسيريو قال كده وقتها ان احدى نقاط القوة اللي بيتمتع بيها منتخب كندا هي اطار التفكير الايجابي، وده ادى الى النتائج اللي احنا وصلنا لها دلوقتي حتى في التصفيات لما تصدرناها في النهاية. برضو اللقطة اللي كانت شهيرة قوي ساعة ماتش امريكا 2-0، كان الفونسو ديفيز ما كانش موجود بسبب الاصابة، فكان بيحضر الماتش عن طريق النت، يعني كان بيتفرج على الماتش على لابتوب وكده، صور نفسه وقتها ساعة الماتش كانت 1-0 وكانت مرتدة في الدقيقة الاخيرة، منتخب كندا صور نفسه وقتها فيديو بالطريقة اللي هو كان بينفعل بيها. لقطة ساعتها كان منفجر جدا من الشغف والحماس، كان بيتنطط، كان ضرب الكرسي، كان شايف ان في حاجه بتحصل، الراجل كان مبسوط جدا من اللي بيحصل، لدرجه ان هو ردود افعاله كانت مبالغ فيها ساعتها وقتها، وكان الاجواء دي كان قاصد بيها يصورها عشان يعرضها على الفريق بعد ما يقابلهم بعد الاصابه. جون هيرتمان قال عندما تفوز من السهل ان تستمتع بكره القدم، لكننا مررنا باوقات صعبه جدا وقد مررنا بها مثل اي فريق، لذا فهم يستمتعون بثمار العمل، لقد استغرق الأمر وقتا لتجميعه. جون هيرتمان مؤمن جدا بأفكار الثورة اللي وضعها في منتخب كندا، مؤمن جدا بأفكاره التكتيكية، مؤمن جدا بأفكار التيم سبيريت اللي قدر يرسخها فعلا لمنتخب كندا. القصة العظيمة دي تخلينا نتفرج على منتخب كندا في كاس العالم وما تقولش مش هتفرج، فعلا منتخب كندا انا اتفرجت عليه في تصفيات كاس العالم اللي فاتت، اتفرجت عليه في الماتشات الودية اللي فاتت، منتخب جميل، ولسه من يومين كسبان اليابان 2-1 في ماتش ودي استعدادا لمونديال قطر 22، مع المغرب، مع بلجيكا، مع كرواتيا، مجموعة الموت بسبب وجود كندا. يعني انت دايما الناس شايفة ان كندا هي حصلت المجموعة، لا 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 لا، مشروع ومواهب، وهتشوف كرة قدم حقيقية في المجموعة دي، مش بعيد نلاقي بلجيكا بره، عادي نلاقي كرواتيا بره، ما نعرفش ايه اللي هيحصل في المجموعة دي، ولكن مشروع منتخب كندا واحد اكبر المشاريع الرياضية اللي اتعملت في اخر 7-8 سنين، ولازم كنا نشيد بيها ونقول ايه اللي حصل. عارف ان انا طولت، بس الحلقه دي عشان بقول لك ان انا شايف كندا الحصان الاسود في كاس العالم، مش شايف صربيا، مش شايف سويسرا، مش شايف الدنمارك مثلا، كل ده على الورق ينفع يبقى حصينه سودا، ولكن منتخب كندا محدش شايفه، انا حبيت ان انا احط السبوت لايت عليه، ونتفرج على ماتشات منتخب كندا ونشوفها مع بعض. اشوفك الحلقه الجايه، وشكرا لوقتك.